لفة في السيارة، وهالمرة معنا موتر سبيشل، موتر كلاسيك وسبورت، هو عبارة عن المسل كار بالنسبة لسيارات الموستنج، هي ماك 1 موديل 1973. الموتر مو محتاج شرح كثير، واحد من السيارات اللي عملت طفرة في ذيك الفترة بالثمانية سلندر. وهالمرة مو بانا بعد اللي راح اجرب الموتر، هالمرة نجمنا هالاسبوع هو اللي راح يجرب السيارة اللي هو يوسف حسن. يا هلا مرحبا فيك يا يوسف، كيف الحال؟ يوسف جربت سوق موتر كلاسيك من قبل؟ لا والله اول مرة اسوق. اول مرة بتجرب موتر كلاسيك من ماسل كار ثمانية سلندر، يعني متعة راح تكون. تاخذني لفة في اللولا؟ ان شاء الله. يلا توكل على الله. مالك في المواتر كلش يوسف؟ لا بالعكس، انا احب المواتر. تحب المواتر؟ وايد وايد احب المواتر. لا لا ما ابعد عن السبورت قد ما اقدر. ليش؟ لاني انا متهور صراحه شوي سواقتي، فاخاف على نفسي. ليش ما تسيطر على نفسك؟ لا مشكلتي في السواقه دائما اسرع. انت اول مره تسوق موتر كلاسيك، ايش رايك فيه؟ والله ما شاء الله الموتر يعني يحمسك انك تدوس والله. إيه؟ شنو اول موتر سكته يوسف؟ اول موتر سكته؟ اتوقع كان فيكسار موديل 99. فيكسار موديل 99 قرادي؟ لا اوتوماتيك. اوتوماتيك. وشنو الموتر اللي تحبه؟ اكثر موتر تحبه؟ والله انا من محبين الجي كلاس صراحه، وايد احب الجي كلاس. زين بحياتك قد مره بكت موتر البيت؟ ليش ضحك؟ سويت؟ اتذكر مره ضربني الوالد والله. ايش كنت مسوي؟ خذيت الموتر. شنو كان موتر؟ كان فيكسار بعد، هاي هو نفسه. أوه. بس كنت صغير يعني من زمان هالكلام. شلون بقته؟ يا اخي حصلته في الحوش. ايوه زين، فقلت وشو؟ قلت ابي اجرب اسوقه. اهم شيء السؤال 13 لو. لا للحين انا قاعد احاول اجيب الجواب. اكلت فلفل فتفلفل فمي فكم فاء في ذلك؟ فايت الحريق شيء. عقب هاللفة الحلوة أول مرة تجرب موتر كلاسيك، إذا قلت حق يوسف منو الشخص اللي تسوي له فولو ومنو الشخص اللي تسوي له أنفولو وليش؟ أنفولو اللي يعطيني أنفولو أعطيه أنفولو دايركت. أنا هاي نظامي صار. شنو معنى كلمة تويوتا؟ سيارات تويوتا. تويوتا؟ إيه كلمة تويوتا لها معنى. شنو هي المعنى؟ سيارة متعددة الاستخدامات. دولة معنى اسمها بلد الأرانب. بلد الأرانب. معنى اسم كات كنتري. شنو؟ كات كنتري؟ شنو؟ لا أرانب صح. طفاية الحريق. ثاني أكسيد الكربون. يا سلام. ها شلون قلت؟ أخيراً. أسئلة علمية بعطيك لكن تاريخية ما أعرف. إي تاريخية ما أعرف. أكلت فلفل فتفلفل فمي فكم فاء في ذلك؟ ولا فاء. ولا فاء.
شو ولفه؟ ولفه. ليش ولفه؟ ذلك كم فاء فيها؟ يلا انت قول لي. ولفه. شنو هي عاصمة تركيا؟ تركيا؟ أنقرة. يا سلام. عطني ثلاث دول أفريقية تبدأ بحرف الميم. مالي، موزمبيق، مدغشقر. هذا السؤال بيكون مصيري بالنسبة لك، لأنه هو اللي بيحدد إذا أنت معلوماتك فعلاً قوية ولا لا. وبعد في الرياضة. تلعب شطرنج؟ ايه. صدق والله تلعب. كم مربع في الشطرنج؟ تقول لي الحين تلعب شطرنج؟ كي ألعب بس ما حسبت. قاعد تحسب الحين انت؟ قاعد احسب. 72. غلط.